السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم الوصفة ديالنا وصفة جد سهلة وسريعة، ما كتحتاج بزاف ديال الوقت وما كتحتاج بزاف ديال المقادير. والمقادير ديالنا هما كالتالي: عندنا زلافه ديال الارز اللي ديجا انا سلقتها، وهنا دائما كنستعمل الارز البسمتي، معلقه ديال الزيت العاديه، الملح والابزار على حسب الذوق، علبه من الثوم المصبر واللي ديجا حيدت له كذلك الزيت او الماء ديالو، ملعقه كبيره من المايونيز واللي بنكهه زيت الزيتون، انا كيعجبني بنكهه زيت الزيتون وهو لذيذ جدا، وكذلك اللي ما نساوش ربع كوب من الذره المصبره. في اناء الذي نخلطه فيه وضعت الزيت الملح والابصار، وغنضيف له المايونيز، وغادي نمزجوا هاد العناصر بربعه بهم مزيان. وبعد ذلك غادي نضيفوا العناصر الاخرى اللي هي الطن، غادي نضغطوا عليه او نبركوا شويه باش يتفك لنا داك الطن ديالنا، وغادي نضيفوا التمابقي اللي هو الارز والذره، وغادي نخلطهم مزيان وغادي نوضعهم في الثلاجه يبردوا. ومن بعد ما السلطه ديالنا بردات، غادي ناخذ زلافه، اي نوع من الزلايف اللي عندك في الدار، ناخذ هذه الزلافه وغادي نوضع فيها الخليط وغادي نضغط عليه. وانا ديجا حطيت في طبق التقديم الخص، يمكن لك تزيني بالطريقه اللي عجبتك انتيا. وهذه الوصفه كما كنقولوا كتنفع لجوج ديال الناس، ويمكن لك تضعفي المقادير. وهذا هو الشكل النهائي، وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم عجبتكم، وما تنساوش كذلك تسجلوا في القناه ديالي لانني عاد بديت من جديد، ضاعوا لي الفيديو وبديت كما يقولوا من الزيرو. anyway thank you so much for watching, I hope you guys like the video and don't forget to subscribe, like and spread the love. thank you so much, bye.